فنون يدوية تراثية تضرب بجذورها في التاريخ، تنتشر بين جنبات معرض تراثنا، فمن سيناء شرقا إلى النوبة جنوبا، إلى سيوة والوادي الجديد ومطروح غربا، يجذبك تميز المنتجات ويأسرك المصريون بسحر ثقافاتهم. من بئر العبد بسيناء جاءت الحاجة وفاء وابنتها نورهان، التي رغم دراستها الأدب الفرنسي تعشق التراث السينوي وتسعى لتطويره. بقالي يمكن أكتر من 25 سنة بدأت فيها، طبعا حاجات صغيرة كده، وبدأت أكبر المشروع لما بقى عندي مشروع كبير دلوقتي، وبنطع معارض وكده وحاجات زي كده، فبشغل بنات كتير. نشأت في المعارض، دايما بياخدوني معاهم وأنا صغيرة في المعارض، فشفت قد إيه يعني الشغل ده مهم، وقد إيه الناس بتحبه، وناس بتيجي من البلاد علشان تيجي تاخد شغل سيناوي. وجددنا في شغلنا، عملنا حاجات مودرن شوية عشان البنات الصغيرين، علشان الشغل ده ما يموتش. ومن سيوة جاء اليوسفان ليقدما تراثهم المميز، مشيرين لأهمية التطوير الذي يتوافر من خلال المشاركة في المعرض. نخلط جلد على خوص عشان نطلع به منتج، أو زي التيسيت أو الشالات اللي هي موجودة بحاجة اسمها الترقعت بالسيوي. طبعا احنا بنحضر معارض كتير، بنحاول نفهم احنا فين بالضبط، واحد سيوة فين في وسط المعرض، بحيث منتجاتها تكون مختلفة مميزة. وتتحدث بنت النوبة كريمة بكار عما يميز التراث النوبي، وكيف طوعوا منتجاتهم لتلائم عاشق التراث والتطور في آن واحد. كل يوم احنا في جديد وفي تطوير، وبنعمل قماش الجلجار اللي احنا بنتميز بيه، وبنجيب المشهور نفصله، وبنيجي بقى نعرض في القاهرة مثلا او في اي مكان. ورغم المخاوف من تأثر المعرض بالعام الدراسي، تهافت الجمهور عليها اما للاستمتاع او للشراء، لكنهم تشاركوا في الاعجاب بالمنتجات. خاماته والماتيريال كل حاجة حلوة، بيحكي التاريخ والحضارة في مصنوعات جميلة، سعره حلوة جدا، فلأ هو عظيم بجد. إذن نحن إزاء معرض يوفر نوعا من التنافس والتقارب بين أبناء مصر بما يقدمونه من منتجات غير قابلة للتقليد، تحمل بكل فخر شعار صنع في مصر. 1500 عارض من كل أنحاء مصر جاءوا بمنتجاتهم يستعرضون ما صنعت أيديهم من إبداعات وفنون تراثية لم يحافظوا عليها فحسب، بل أضافوا لها لمسات عصرية تؤكد على ثراء الثقافة المصرية. من معرض تراثنا، محمود العزالي، التلفزيون المصري.